وفريقي كالأمل الطالع. أنا هداف أنا هداف أنا هداف أنا هداف. من يتدرب باستمرار سوف يهز المرمى هز، من يتسلح بالإصرار سوف يحقق أروع فوز. انضم إلى فريق الكمال صبي نشيط جدا واسمه رامي، واستطاع هذا اللاعب الممتاز أن يجعل فريق الكمال يصمد بعد أن فكروا بحل الفريق حين سعى لإيجاد فريق قوي يلعب مع الكمال. تحدى علاء حارس المرمى القوي الفذ لفريق النمور، والآن سيلعب الكمال ضد أفضل فريق في المنطقة. لقد تخلوا عن فكرة حل الفريق، وبدلا من ذلك انهم يتدربون الان جيدا. حسناً، سنبدأ التمرين الآن، هيا لنجري حول الملعب. هيا انتظروني. دائماً متأخر، لا تتأخر، أسرع هيا. لحظة. لماذا فريق الكمال الفاشل متحمس لهذه الدراجة؟ هذا رامي، يقولون بأنه سجل هدفا ضد علاء من فريق النمور، لذا وافق النمور على اللعب ضد الكمال. لابد أنه قوي جدا. يسار يمين يسار يمين يسار. لكنهم خسروا مباراة ضد فريق الابتدائي. أنا أشفق عليهم. وأنا أشفق عليهم، لا يستطيعون اللعب. الفريق ولديه هؤلاء اللاعبون السيئون. بنات سخيفات. واحد اثنان ثلاثة أربعة. مرحبا زرزور، ستكون أسرع لو تتحرك. يسخرون منك لأنك بديل. توقفوا، عليكم أن تغادروا هذا الملعب. ماذا؟ نحن نتدرب استعدادا للمباراة القادمة. أريدكم أن تتوقفوا عن التمرين. ها؟ لا أريد المزيد من العار لمدرستنا. عليكم أن لا تتدربوا في هذا الملعب، أتفهمون؟ ماذا؟ كيف تجرأ؟ كيف؟ مالك نفسك؟ دعني. سنتدرب في أماكن أخرى. ماذا؟ نستطيع أن نلعب كرة القدم في أي مكان. ماذا قلت؟ دع الأمر لي. هيا. هل علينا أن نصعد هذه الدرجات؟ إنها مرتفعة جدا. كيف؟ انظروا، هذا المكان مناسب جدا. أتمزح؟ كيف باستطاعتنا؟ نعم نستطيع.
إذا صعدنا وهبطنا الدرجات ستزداد قوتنا. هذا مكان جميل، اتبعوني. هيا. طب ألا يوجد مكان أفضل من هذا؟ هذه طريقة غريبة حقا. ورائي، يسار، يمين، يسار، يمين، يسار، يمين، يسار، يمين، يسار، يمين، يسار، يمين. لا أستطيع الاستمرار. أسرع فأنت تثير أعصابي. هيا أيها البديل، هيا هيا. آسف. لماذا كل هذه التمارين؟ إنها ترهق القلب والرئتين. هذا مكان ضيق قليلا لكنه يصلح للعب كرة القدم. صحيح، سنتدرب. ضرب الكرة سيكون بالتناوب. إنه دوري. هيا. رائع، وقد نصبح فريقا جيدا. اللاعب التالي، هيا. رامي لن يتفوق علي. أحسنت يا هاني، محاولة جيدة. التالي، خذ هذه الركلة. التالي، التالي. واحد من واحد. أليس غريبا حقا؟ جسده يحتاج لليونة ولياقة أكثر. والآن سنتدرب على تمرير الكرة. لنسترح قليلا. ما عدت أحتمل. التدريب كان مكثفا، نحن بحاجة لاستراحة إضافية. وائل وفاضل، من سيبدأ؟ سنبدأ معا. رائع. التوأمان متفاهمان جيدا، لكنهما متنافسان أيضا. إنهم مستعدون، سوف يتحسنون. وائل، سوف أمرر الكرة. حسنا، هيا العب. رائع، يا لها من لعبة، إنها فعلا جميلة. أنا مستعد للعب. هيا يا جلال، هيا جلال. الشجرة هي دفاع طريق النمور. هيا 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 يا جلال. سألعب معهم. وأنا أيضا. هيا، لم لا تنضم إلينا يا زرزور؟ لا أستطيع اللعب أكثر من ذلك. كما تريد، استرح قليلا. هيا. ذكي هيا. يا قوي، إلى هنا. هيا ذكي. هيا هيا شيل شيل. هيا هيا. مرهق جدا جدا. مرحبا. مرحبا، شكرا على آخر مرة. العفو. أليست رائعة؟ هل تعرفها معرفة جيدة يا رامي؟ إنك جديد في الحياة يا رامي، فكيف عرفت حنين؟ إذن اسمها حنين. نعم، تعتبر أجمل بنت في هذا الحي، إنها في الصف الرابع بمدرسة النمور. إنها تذهب إلى النمور.
منال، ما بك؟ ماذا؟ هل من شيء؟ لا شيء. تبدو غريبا. صحيح، لا أعتقد ذلك. لنتسابق إلى المدرسة، ما رأيك في ذلك؟ هيا استعدي، انطلق. أيها المخادع. سأعلن أسماء اللاعبين الذين سيلعبون ضد فريق النمور. حددت مكان كل لاعب، سأنادي بالاسم، تذهب وتتخذ مكانك المحدد. وائل وفاضل على الجانبين، هيا. وسيكون رامي قلب الهجوم. جاهز. أسامة وجلال سيكونان لاعبي وسط، هيا. هيا. أما هاني سيكون في الوسط. لا بأس، هذا قدري. لاعبو الدفاع هم بهاء. جاهز. بسام. جاهز. عماد. جاهز. عادل. جاهز. هكذا انتهي، سأبقى أنا حارس المرمى. سأحتل مكانك في المستقبل يا رامي، انتظر. مرحبا بك، لنستمر في التدريب. نعم. سنبدأ حسب هذا الترتيب اعتبارا من الغد، موافقون؟ نعم. وانا ماذا عني؟ انت مع الاحتياط. ما بيدي لو أنت أبطأ لاعب لدينا؟ صحيح. حسناً، انتهى تمرين اليوم. احفظوا مواقعكم الجديدة في البيت كما تم الاتفاق. لاعب النمور. مرحبا الجميع، جولة أخرى على أقدامكم. ألا تريد أن تصبح لاعبا ممتازا؟ لا أريد أن أكون لاعب احتياط. هيا. لاعب احتياط. استطيع المحاولة. ربما لست جيدا بما يكفي. وأيضا رامي، من هناك؟ أنت زرزور، تتدرب وحدك؟ نعم، لكي أحسن الركلة بقدمي اليسرى أيضا. بقدمك اليسرى؟ أجئت للتدرب هنا؟ نعم. لماذا لا أتدرب معك إذن؟ الحق الكرة يا زرزور. حاضر. هيا ارميها عندي. خذ. حسن، ركلة أخرى. خذ. أحسنت، استمر يا زرزور.
رامي، هل أنت بخير يا رامي؟ أنا قوية. غير مؤلمة، غير مؤلمة. انتهى الوقت. أنا مرهق اليوم، سنشتري البوطة في الطريق. ما رأيكم بأن نتدرب بوقت مبكر؟ ها؟ ماذا يعني؟ ننهض باكرين في الصباح لكي نتمرن؟ لابد أنك تمزح، لا نستطيع أن نتمرن أكثر. نستطيع استعمال ساحة المدرسة، إذا تابعنا كما كنا فلن نهزم النمور. هل تنوي التغلب على النمور؟ طبعا، لماذا نتدرب إذن؟ ألم نتفق على ذلك؟ أنت تمزح. نعم معه حق، لا نريد التمرين الصباحي. أرأيت؟ الجميع لا يريدون التدرب. نعم، ولن يتبقى لنا وقت للدراسة، لنتدرب بعد المدرسة وهذا يكفي. نعم وهذا صحيح. من قال إننا سنفوز حتى لو تدربنا أكثر؟ أنا لا أمانع. ماذا؟ وأنا أيضا. كابتن، كما يحلو لكم. لكن يجب أن نتمرن معا لنقرر حسب الأكثرية من مع ومن ضد. أفضل أن نلعب مباراة لكرة القدم وبذلك ننقسم قسمين، ومن يخسر عليه أن يوافق على ما يطلبه الفائزون. ما رأيكم بهذا؟ فكرة مثيرة، أنا جاهز. حسنا، سنلعب في صباح الغد. موافقون. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. جاءوا. ماذا عن الآخرين؟ إنهم نائمون. إذن لنبدأ. بهاء سيكون حارس المرمى، أنا ورضا سنهاجم مرمى الخصم، مفهوم؟ ونحن؟ أترون سنلعب ثلاثة ضد ثلاثة، ستكونان الحكمين. حسناً. سيكون زرزور عبئاً عليكم يا رامي، هل تريد اللعب معه؟ لا تضحك على زرزور، لقد تدرب كثيراً وسترى الآن. سنلقي قطعة النقود لنقرر أي جانب سيلعب الكرة أولا، نختار النقش. الكرة معنا، لنبدأ. هيا. هيا. إعاقة اللاعب. انطلق يا زرزور. حاضر. تبا لك يا رامي. مستعين على زرزور. خذ الكرة يا هاني. ركلة جيدة، لكن ليكن تهديفك الجانبي أفضل. نعم كابتن. رامي مررها إلى زرزور مباشرة.
يجب أن أوقفها. سأريك يا رامي سأريك. هاني أركض يا هاني. سنسجل هدفا. فقدت الكرة ويجب أن أوقفه. ابتعد عن طريقي يا زرزور. هل يتحرك جانبا وإلا أصابت الكرة وجهه. أي ابتعد. لا أرى المرمى. زرزور ضخم جدا. أنا حجاني بل هيا هيا يا زرزور. الكرة ستصيبه. هيا حاول واخترع. حاول هيا رامي. خذ يا رامي. أنت شجاع. أنت شجاع. زرزور يبدو أن التمرين الصباحي ممتع أكثر مما ظننت. سأنضم إليهم. هذه الرمية رائع. كرة قادمة من هنا يا زرزور. خذ يا رامي. انظروا فريق الكمال يتدرب باكرا. إنهم متحمسون جدا لهذه المباراة. الكرة تريد. سوف أمسكها. ضربة راسية. أين الكرة؟ هناك. لدينا لاعب احتياطي الواحد. إذا تعب ستأخذ مكانه. ما رأيك؟ أتوافقون على التمارين المبكرة؟ كيف لي أن أعترض يا زرزور؟ هل أنت أحمق؟ تحسن لاعب فريق الكمال جيدا. أتشوق لرؤية المباراة بين فريقي الكمال والنمور. المباراة ضد فريق النمور يقترب. الكابتن أمين ولاعبو الكمال متحمسون جدا للمباراة، ولكن ترى ما الأمر. لاعب الوسط أسامة يعلن فجأة بأنه يريد الانسحاب من فريق الكمال. ماذا به؟ انتظروا الحلقة التالية من الهدأ.